بسم الله، بدء كل خير ورأس كل أمر زبال. باسمك اللهم نمضي على طريقك، فثبت اللهم أقدامنا على طريقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الذي أخبر عن ربه الكريم أن له في كل نفس 100,000 فرج قريب، وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في هذا الشهر الكريم، في هذه الليالي المباركة، في شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. تقول سيغريت هونيكا تلك المستشرقة الألمانية: لقد صنع الإسلام من البساطة حضارة أطلق على الشمس على الشرق والغرب على حد سواء. هذه الحضارة التي أسست على الرحمة. فأهلا بكم في ليلة من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي الذي يخاطب العقل والوجدان والإنسان في كل مكان، لنقول بكل ما فينا وبملء فينا عن ديننا الجميل وعن إسلامنا الجميل، إنه دين الرحمة والتراحم. أهلا بكم في هذه الليلة التي تأخذ هذا العنوان: الإسلام دين الرحمة. نسعد في هذه الليلة من ليالي هذا الملتقى الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وأسعد في هذه الليلة بصحبة أصحاب الفضيلة: الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، والأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر سابقا. ونستفتح بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. فضيلة القارئ السعيد فيصل يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك
الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هذا الرسول الكريم الذي يقول إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. ولو تأملتم معي أيها الإخوة الكرام ذلك المشهد الذي وقف فيه سيدنا جعفر يتحدث عن الإسلام في بداياته أمام النجاشي، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويقتل القوي منا الضعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله منا نبيا
أو نبيا منا نعرف نسبه وحسبه، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به أحدا، وعلمنا صلة الرحم والرحمة وحسن الجوار. نعم، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي أسس هذا البنيان على التقوى والرحمة والتراحم. تعالوا بنا نستمع أكثر وأكثر من قلوب ملئت بحب سيدنا صلى الله عليه وسلم. الآن نستمع إلى كلمة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الإسلامية سابق الأسبق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وملائكته، وأمرنا بأن نصلي عليه دائما أبدا، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، ما طلعت علينا شمس أو غربت، ما تحركت فينا الدماء أو توقفت، ما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت، ما سالت في بحارنا قطرة مياه أو تجمدت، صل اللهم على حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلاة تنير لنا الطريق في الدنيا، فنبصر على آثارها الحلول الميسورة لمشكلاتنا الكثيرة، وصلاة تنير لنا الطريق يوم القيامة، يوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعل صلاتنا على سيدنا محمد زينة محيانا وزينة مماتنا، وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا الجو الإيماني، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا في هذا التوقيت أن نكون في هذا المكان بمشاعر الإيمان، في جلسة تحفها الملائكة وتتنزل عليها من رب العالمين الرحمة، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى بها في الملأ الأعلى. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالشكر موصول لوزارة الأوقاف بدءا من وزيرها الأمام الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أصغر عامل خاصة في هذا الشهر، حيث الأجواء الإيمانية تنتشر في ربوع مصر وفي كل مساجدها، وهناك رجال وقفوا حياتهم ووقتهم لخدمة هذا الأمر، فجزاهم الله كل خير. في هذه الجلسة الإيمانية التي نسعد فيها بوجود أستاذنا الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عبد الله، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، وهو علم على رأسه نور، علم على رأسه نور، وأنا أشهد لله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل يتخلق بالخلق الطيب وبالأخلاق القرآنية، الأخلاق الربانية، وفيه جانب كبير من المحاضرة التي عنوانها الليلة
الإسلام دين الرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه، والشكر موصول لكم جميعا. وأبدأ أننا ندعو الله، وفي رمضان نكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى، ولكن بأي شيء ندعو؟ غالبا ما ندعو بالستر، ندعو بالمزيد في العمر والرزق والبركة في الأموال والبركة في الأولاد، وكله شيء جيد، ولكننا نغفل عن دعاء مهم، ألا وهو الدعاء بالرحمة. البعض يظن أن الرحمة خاصة بالآخرة، أو أن الرحمة لا تكون إلا للأموات، أما الأحياء لا حاجة لهم إلى هذه الرحمة، مع أن الرحمة شيء مهم جدا في حياة كل منا. باب الرحمة يفتح فكل أمر ميسر، تعالج أصعب الأزمات فإذا هي حوادث ويسر وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. باب الرحمة يغلق مهما تأخذ من وسائل ومن أساليب، فإن هذا لا يغني عنك من الله شيئا. باب الرحمة، الرحمة طلبها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد طلبها موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، ودعا بها نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، ودعا بها سليمان عليه السلام بعد أن سمع كلام النملة، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لأنه مهما كانت أعمالنا، ومهما كانت صلواتنا، ومهما كانت زكاتنا، إن تخلت عليها عنها رحمة الله سبحانه وتعالى فليست بنافعة، بل ربما ردت علينا ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. ولذا سليمان يعرف هذا الأمر فيقول: وأدخلني برحمتك، ليس بعملي، وإنما وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كما أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالرحمة: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رحمة الله في الحياة، حينما تشعر برحمة الله ييسر لك كل أمر، حينما تطمئن إلى رحمة الله تعالج كل أمر صعب فهو ذلول، حينما تكون معك رحمة الله لا تخشى من شيء ولا تخف من شيء، لأنك في رعاية الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله أن نشعر برحمة الله، من رحمة الله أن يشعر الإنسان أنه في رحمة الله، مهما كان في الضيق، ومهما كان في التعب، ومهما كان في المرض،
لقد شعر بها إبراهيم وهو يلقى في النار، وشعر بها يوسف عليه السلام وهو في الجب صغير لا يستطيع إنجاء نفسه أو إخراج نفسه من الجب، وشعر بها موسى عليه السلام وهو يلقى في اليم، وشعر بها أيوب عليه السلام وهو يعاني المرض العضال، وشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار بعد أن طارده قومه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. رحمة الله قريبة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ما عليك إلا أن ترفع أكف الضراعة إلى الله تطلب الرحمة، وحينما تطلب الرحمة وتطلبها بشروط الدعاء الشرعي، لأن للأسف الشديد أنه الآن في تجاوز في الدعاء، في تجاوز ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، دعاء حاليا بقى بالسجع، بقى دعاء الفصاحة والبلاغة وليس دعاء الضراعة، ليس دعاء الضراعة، الدعاء المقبول هو دعاء الضراعة والخوف من الله سبحانه وتعالى. حينما تطلب الرحمة إذا كنت مخلصا سوف تشعر بها بين يديك قبل أن تقوم من مقامك، ولكن كيف تتنزل رحمة الله علينا؟ هناك شرط أساسي، قاعدة في الإسلام، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. إذا أردت أن تتنزل عليك الرحمة فارحم، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي صفات الذين معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه، ما هي صفاتهم؟ أشداء على الكفار، صفة الثانية رحماء بينهم، صفة الثالثة تراهم ركعا سجدا، صفة الرابعة يبتغون فضلا من الله ورضوانا، صفة الخامسة سيماهم في وجوههم. المهم في هذه الآية أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى قدم التراحم على التعبد، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، فقدم الله التراحم على التعبد. لماذا؟ لأن التعبد بينك وبين الله، ماذا سيعود على الناس إذا قمت الليل كله تصلي؟ وماذا سيعود على الناس إذا صمت الدهر كله؟ وماذا سيعود على الناس إذا ذهبت إلى الحج كل عام؟ الذي يعود على الناس هو الخلق، وأول الخلق الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما من تحجرت قلوبهم ولم يرحموا خلق الله فكيف تتنزل عليهم رحمة الله؟ الأقرع بن حابس حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يقبل ابن بنته الحسن، قال إن لي 10 من البنين ما قبلت أحدا منهم قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا وقد نزع الله من قلبك الرحمة
إن من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. كلنا في قلوبنا شيء من التجبر، وجبار السماوات والأرض لن ينزل رحمته علينا إلا إذا خشع تجبرنا لجبار السماوات والأرض وقمنا برحمة الناس. وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: ليس برحمة أحدكم، ولكنها رحمة العامة. حينما تنتشر الرحمة داخل المجتمع من كل فئات المجتمع تتنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. لسه انا عشان ما افاضيش قولي الوقت كام يا عم عشان ما اعديش. حينما تتنزل، حينما يقف تجبر الناس وتجبر القلوب تتنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى في قصة ذي القرنين الذي طاف المشارق والمغارب، بعد أن بنى السد قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. قال: هذا رحمة، رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. البعض يظن أن الرحمة تكون في العطاء فقط، لا، قد تكون الرحمة في المنع أيضا، تكون الرحمة في الممنوع كما تكون الرحمة في الممنوع. شيء يحجبه الله عنك، وحجبه عنك فيه رحمة لك أنت لا تعرفها. وفي مثل بأم الغلام أو والدي الغلام في سورة الكهف الذي قتله الخضر عليه السلام. ربما ماتت الأم وهي بحزنها وبكمدها على ابنها، ولم تعرف أن قتله كان رحمة بها، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هي لا تدري، وربما ماتت وهي لا تدري هذا من، ولكنه كان فيه رحمة على الأسرة. قد يحجب الأولاد عنك، وهذا قد يكون فيه رحمة لك بدلا من أولاد يعقون آباءهم. قد يحجب مال عنك، وهذا رحمة بك، لأنه لو كان المال كثير لطغيت ولتجبرت ولقمت بأشياء كثيرة. قد تحجب الصحة عنك في وقت من الأوقات، وقد تكون رحمة منك لتعود إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر حالك ولا تطغى ولا تتكبر. ما أحوجنا أن نشعر برحمة الله، وما أحوجنا أن يرحم بعضنا بعضا، خاصة في هذا الوقت الذي يعيشه الناس. لابد وأن نقوم بالتراحم. هذا التراحم كل منا يشعر بجاره، يشعر بأهله، يشعر بذوي رحمه. والرحم على وجه الخصوص مشتقة من الرحمة، الرحم. ولذا جعل الله سبحانه وتعالى صلة ذوي الأرحام مقدمة على اليتامى والمساكين في كل آيات القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن ينزل رحمته علينا. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا يا ربنا شر ما أهمنا. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة تجعلنا نحبه كثيرا ونشكرك كثيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينما جاء سيدنا بعد أن نزل عليه سيدنا جبريل وعاد إلى السيدة خديجة وحكى لها ما حكى، قالت: أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، وعددت مظاهر وتجليات الرحمة عند سيدنا: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه تجليات الرحمة، هذه مظاهر الرحمة عند سيدنا صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كانت الرسالة، ومن ثم كانت الدعوة ما بين التكليف والتشريف. تعالوا بنا نقرأ هذه الرحمات التي تجسدت في سيدنا صلى الله عليه وسلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، صلوا عليه وسلموا تسليما. والآن مع كلمة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عبد الله، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر سابقا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك في ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. وحقا ألا ما أجمل لياليك يا رمضان، وألا ما أحلى أوقاتك، وألا ما ألذ أيامك. تلكم الأيام المعدودات التي تمر سريعة، وصدق ربنا حين قال: أياما معدودات. في البداية نشكر لوزارة الأوقاف وأثني على ما ذكره أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد، نشكر لوزارة الأوقاف هذا الجهد الرائع الذي لمسناه جميعا من هذه البرامج المتعددة والمتنوعة من ملتقيات فكرية وثقافية، ومن مجالس إقراء وإفتاء، ومن مجالس لقراءة القرآن الكريم وتلاوته، ومجالس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجهد في موازين حسناتهم جميعا، وفي القلب منهم معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة والأئمة الكرام، بارك الله فيهم وحفظهم وسددهم. كما أشكر لأستاذي هذه الكلمات التي قالها في حقي، وأنا من أنا بجواره وبجواري وبجوار علمائنا وأساتذتنا وشيوخنا الكرام، إنما أنا عبد ضعيف أحاول أن أسلك طريقهم، وأسأل الله تبارك وتعالى لي الإخلاص والقبول. أيها الأحباب الكرام، في ليلة من ليالي الرحمات يكون هذا الحديث. وفي الحقيقة بعدما تحدث أستاذي أفتش عن الكلمات في فمي فلا أكاد أجد كلمات أو عبارات، وإنما أنا بعده كما يقولون كحاطب ليل، أحاول أن ألملم العبارات من هنا وهناك حتى نسعد بهذا اللقاء. الرحمة خلق عالٍ، قيمة إنسانية رسختها شريعتنا الإسلامية الغراء، حيث إنك لتقرأ في القرآن الكريم عن الرحمة بكل مشتقاتها في حوالي 200 موضع في القرآن الكريم. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن لهذا الخلق مكانة
في الإسلام، وإن شئت فقل إن جملة الأخلاق الطيبة كما قال أستاذنا، إن جملة الأخلاق الطيبة التي رسختها الشريعة الإسلامية الغراء عائدة إلى خلق الرحمة، فالإخلاص فيه الرحمة، والصدق فيه الرحمة، والوفاء فيه الرحمة، والكلمات الطيبة فيما بيننا فيها الرحمة. كل خلق طيب رسخته شريعتنا الإسلامية الغراء أصله الرحمة، ولما لا؟ وربنا رحيم، ورسولنا رحيم، والقرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منهجا ودستورا خالدا ومعجزة باقية بقاء الدهر، هدى ورحمة. فإسلامنا كله رحمة في رحمة. قال الله جل وعلا عن نفسه: وربك الغني ذو الرحمة. وقال الله جل وعلا عن نفسه: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال جل وعلا عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء، إلى آخر الآيات التي تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن رحمته بعباده. ولكن ما مظاهر رحمة الله جل وعلا بنا؟ ما مظاهر رحمة الله جل وعلا بنا؟ رحمة الله جل وعلا بنا تحيط بنا من كل مكان. فالله جل وعلا خلقنا ونفخ فينا من روحه وسوانا وعدل خلقتنا وهدانا السبل وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة لا يمكن لنا إطلاقا حصرها ولا عدها، ولا نستطيع بحال من الأحوال أن نستقصيها. فرحمة الله جل وعلا المحصورة في نعمه تحيط بنا من كل مكان، منذ أن كنا في المهد صغارا، بل منذ أن كنا في بطون أمهاتنا، ورحمة الله تبارك وتعالى تحيط بنا من كل مكان. رحمة الله جل وعلا بنا أن أرسل إلينا الرسل تترى، رسولا يتبعه رسول، ونبيا يخلفه نبي، يأخذون بأيدينا إلى طريق الحق وإلى الطريق المستقيم، وكان خاتمهم محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال عن نفسه بطريق الحصر: إنما أنا رحمة مهداة. وقد قال هذا الحديث حينما طلب منه القوم يوم أحد أن يدعو على المشركين. وانظروا إلى هذه الرحمة حتى مع أعدائه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى مع العصاة، حتى مع الذين جالدوه السيوف، حتى مع الذين وقفوا أمام دعوته، حتى مع الذين ناظروه بالعداء المستحكم، مع أنهم بنو قومه. وقال له أحد الصحب الكرام: ألا تدعو عليهم يا رسول الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم: هذه الكلمات التي تعد نبراسا ينبغي أن تكون نورا لنا في حياتنا في هذا المجال، في مجال الرحمة، حتى مع من ناصبون العداء. قال له: إني لم أبعث فحاشا ولا لعانا، وإنما أنا رحمة مهداة. ولذلك لما كان جالسا ذات يوم مع السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت له صلوات ربي وسلامه عليه، قالت له: يا رسول الله، ما أشد يوم عشته في حياتك، أو كما قالت رضي الله عنها بعد يوم في غير يوم أحد،
قال لها يوم الطائف، يوم الطائف حينما فعل القوم ما فعلوا بي، ونزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، بعدما آذوني ورموني بالحجارة وسلطوا علي السفهاء والصبيان، وجلست إلى بستان أستظل بظله، وجاء جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، وقال لي ملك الجبال: إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبان كما هو معلوم جبلان عظيمان تقع بينهما مدينة الطائف. فقال له: لا يا أخي، فلعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا هكذا كانت حال صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، حتى مع العصاة. العصاة، ولعلكم تذكرون قصته صلى الله عليه وسلم مع ذلكم الشاب الذي جاء يستنطق النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأذن له في شأن الزنا، ويقول له: يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن لي في الزنا. يريد أن يأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولون شافية. وجاء لمن؟ جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء للمشرع الأول في الأرض صلوات ربي وسلامه عليه، جاء للهادي البشير يقول له: يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن لي في الزنا. فيهمهم الصحب الكرام: ما الذي حدث لهذا الشاب يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ويريد أن يأخذ منه التصريح بهذه الفاحشة المنكرة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم برحمته المعهودة يقول لهم: خلوا بيني وبينه، خلوا بيني وبينه، تعال أيها الشاب، ماذا تريد؟ قال له: يا رسول الله إذن لي في الزنا. ويعالج النبي صلى الله عليه وسلم الموقف برحمته المعهودة، وقد صدق الله تبارك وتعالى فيه حين قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا، وهذا نبراس للدعوة ونبراس لما ينبغي أن يكون عليه الداعية، والذي تصدر هذه المسؤولية وحمل شرفها أن يكون على هذا القدر الرائع الذي نتعلمه من الرحمة، الذي نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يصادفنا ونحن دعاة الله تبارك وتعالى من مثل هذه الأمور التي يريد أحيانا فيها بعض المستفتين أن يأخذوا منك الفتوى التي تناسب حالهم حيث الهوى، يريدون الأيسر أو يريدون الأسهل، لا يريدون الأصوب. ساعتها يكون المستفتي أو يكون الداعية على هذا القدر من الرحمة، أن يأخذ المستفتي وأن يأخذ المخالف الذي سلك هذا الطريق، طريق الزلل، أن يأخذه بالرفق وباللين. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، ألك أم؟ فيقول: نعم. أترضاه لأمك؟ يقول: لا. ألك أخت؟ يقول: نعم. أترضاه لأختك؟ يقول: لا. ألك خالة؟ ألك عمة؟ ويعدد له النبي صلى الله عليه وسلم، يعدد له محارمه. وفي النهاية يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فيقول له الرجل: يا رسول الله، أدعو لي دعوة، أدعو لي دعوة. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره قائلا: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. يقول الشاب: فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء على وجه الأرض أبغض إلي من الزنا. إنها الرحمة مع العصاة، مع المخالفين، أيا كانت اتجاهاتهم وأيا كانت أحوالهم.
لكن أيها الأحباب الكرام، بما نستمطر الرحمات، بما نستمطرها وبما نطلبها، ذكرنا شيخنا بأن نكون رحماء فيما بيننا، بالرحمة فيما بيننا، فالراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تريد أن تنزل عليك رحمة ربك، كن رحيما بالناس، كن رحيما بمن حولك، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأ سيرته في هذا الإطار، واقرأ سيرته في هذا الإطار، في إطار رحمته. نستمطر رحمات ربنا بطاعة الله وطاعة رسوله، قال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طريقنا إلى الجنة طاعة الله وطاعة رسوله، وطريقنا لرحمة ربنا جل وعلا بنا أن نطيع الله تبارك وتعالى، وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. نستمطر رحمات ربنا بأن نكون من المحسنين، كما ذكرنا أستاذنا وشيخنا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولاحظ، إن رحمة الله قريب من المحسنين. من المحسنين في ماذا؟ من المحسنين في أقوالهم. نعم، ينبغي أن نكون محسنين للناس في أقوالنا، بالكلمات الطيبة: وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. نحسن إلى الناس بكلماتنا، نحسن إلى الناس بالكلمات الطيبة، نحسن إلى الناس في معاملاتنا، نحسن إلى الناس في سائر تصرفاتنا. الإحسان بكل ما تحمله الكلمة من معان، فديننا دين الإحسان، قولا وفعلا وتصرفات ومعاملات فيما بيننا، ديننا دين الإحسان. إن أردت أن تدخل في زمرة المرحومين فكن من المحسنين. نستمطر رحمات ربنا بتقوى الله، ونحن في شهر التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. إذن لكي تنزل عليك رحمة ربك، كن من المتقين. والتقوى هي خير زاد، والتقوى هي خير زاد نتزود به، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن أردت أن تقيس درجة قبول صيامك، إن أردت أن تقيس درجة قبول صيامك في هذا الشهر الكريم، فانظر في نفسك وانظر في أحوالك، هل وصلت إلى هذه الدرجة؟ هل فعلا تزودت كما قال ربنا جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نستمطر رحمات ربنا بأن نحسن إلى والدينا وإلى ذوي الأرحام. وقد ذكرنا مذيعنا الفاضل المتألق بما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرته به حينما قالت له في بدء نزول الوحي: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف، وكلها كما قال أخونا الحبيب المفضال الكريم، كلها في إطار الرحمة. نستمطر رحمات ربنا أيها الأحباب الكرام بأن نصون ألسنتنا عما يغضب الله تبارك وتعالى. اقرأوا جيدا وعوا جيدا نداء المولى جل وعلا في سورة الحجرات:
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وبعدها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وبعدها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نستمطر الرحمات بقراءة مثل هذه الآيات الداعية إلى الإحسان في الأقوال والأفعال وسائر التصرفات. أسأل الله تبارك وتعالى ونحن في ليلة من ليالي شهر رمضان الطيبة المباركة وفي ساحة عظيمة في ساحة مولانا وسيدنا الإمام الحسين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر طاعاتنا، وأن يجعلنا في عداد عباده المرحومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حسن استماعكم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. علمنا كيف نكون رفقاء، علمنا الرفق، وقال لنا ووجهنا بأن الرفق ما دخل على شيء إلا زانه، فلنكن رفقاء دائما بكل من حولنا في هذه الحياة وفي هذه اللحظات التي تعيشها دائما. أيها الإنسان، أيها الإنسان، بإطلاق هذه الكلمة وبمطلق هذه الكلمة أنت تعيش على مدار اللحظة بمدد من الله سبحانه وتعالى، فلو رفع مدده عنك لفنيت. إذن فأنت مرحوم دائما. تعالوا بنا في هذه اللحظات نستمع ونستمتع بهذا الابتهال وهذا الإنشاد للمبتهل فضيلة الشيخ محمد حسن الصعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واحفظ بلادنا شعبنا وزرعنا وضرعنا. لأحظى بالأمان.
السرور وقامت في رحاب الله روحي مسبحة تغرد كالطيور ففي يده مقالي ذو الأمور فيا عوني ويا ويا جاهي إذا عز النصير فكن نصيري سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله من حب قلبي للحبيب محمد صلوا عليه نلت المنى وشهود وجهك بغيتي ومرادي أنت الوسيلة أنت نور قلوبنا أنت الشفيع لحضرة المتعالي بشرى لمن عشقوا جمال محمد نالوا القبول من الولي الوالي لأهل البيت عز لا يزول وفخر لا 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 تحيط به العقول حب الحسين وسيلة السعداء وضياؤه قد عم في الأرجاء حب الحسين وسيلة السعداء دعم في الأرجاء
سبط تفرع منه نسل المصطفى وأضاء مصر بنوره العضاء. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول سيدنا النبي حنين. صلوا عليه. سهلي كده ولين سيدنا النبي على نور رسول الله. امتى نشوف عيدي سيدنا النبي صلى عليه واحضن ايده بايدي. بحبك يا سيدي وأبت للاتي معاه. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. النبي صلوا عليه. النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم أنت فينا أنت فينا أنت فينا، والله لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن سبطه سيدنا ومولانا الإمام الحسين. حب الحسين وسيلة السعداء ونوره قد عم في الأرجاء. سبط تفرع منه نسل المصطفى وأضاء مصر بوجهه الوضاء. من هذا الرحاب الطاهر كنا معكم وسنكون معكم دائما بإذن الله طوال هذا الشهر الكريم في ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية كريمة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أتقدم بخالص الحب والتحية والتقدير لأصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق. شكر الله لكم سيدي.
وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، شكر الله لكم. وتحية لقارئ هذه الليلة فضيلة الشيخ السعيد فيصل والمبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. دمتم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.